العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والخمسون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي ونفعنا به. وقد كنا بدأنا في الدرس بشرح الحديث الأول، وهو الحديث يرويه تميم بن أوس الدريج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه وغير مسلم كما قلنا آنذاك. شرحنا معظم هذا الحديث، وأوضحنا معنى النصيحة لله عز وجل، وانتهينا إلى أن مآل ما يسمى نصيحة لله عز وجل هي نصيحة الإنسان لنفسه، وكذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الظاهر الأمر نصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أي تفاعل وتجاوب مع المهمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مآل ذلك إلى نصح الإنسان مع نفسه وإخلاصه مع ذاته، وكذلك النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. شرحنا هذه الأمور الثلاثة في درسنا الفائت، ثم تكلمنا عن النصح لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين أي أئمة جمع إمام، وكلمة الإمام تشمل الخليفة وتشمل الحاكم الأعلى وعامة من يسمون قادة للمسلمين. تكلمنا عن معنى النصيحة لهم، وقلنا: النصيحة لأئمة المسلمين تعني طاعتهم أولا، الانصياع لهم ما داموا أئمة وما داموا مسلمين فعلا، تعني طاعتهم في حدود ما أمر الله عز وجل وبعيدا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأوضحنا فرقا ينبغي أن يكون ماثلا في الذهن دائما، بين أن يأمر الحاكم بمحرم فلا يجوز الانصياع لأمره، لأن القاعدة المجمع عليها تقول: لا طاعة للمحكوم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. أوضحنا الفرق بين هذا وبين أن يكون أمر الحاكم بحد ذاته غير جائز في حق نفسه، ولكن انصياعك لأمره لا يستلزم أي محرم ترتكبه، كأن يأمرك الحاكم أو الإمام أو أي رئيس من الرؤساء يأمرك أن تخرج من مالك، أن ترفع يدك عن بعض حقوقك العينية أو المعنوية. أما أن يأمر هو بهذا فذلك محرم عليه، وأما أن تنصاع أنت لأمره فذلك لا يستوجب منك وقوع أي محرم، بل قصارى ما في الأمر أنك قد ضحيت بحق من حقوقك في سبيل أن لا تعصي هذا الإمام. قلنا: ما الحكم بالنسبة للحالة الثانية؟
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالنصيحة وامر بالطاعة. امر ذاك الذي سأله وهو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، امره في هذا الموضوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع، وان اخذ مالك وان ضرب ظهرك. لا شك ان اخذ الانسان مال انسان اخر وقد امتلكه بطريق شرعي غير جائز، ولا شك ان ضرب الانسان انسانا اخر ظلما غير جائز، ولكن عندما يأمر الحاكم بهذا فإن الشرع وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم منها يأمرنا بأن نسمع ونطيع. وقفنا عند هذا في درسنا الفائت، ووعدنا أن نزيد المسألة بيانا اليوم. كثيرون هم الذين يستشكلون هذا الكلام، وربما لا يجدون في أنفسهم قدرة على الانصياع لهذا الحكم، وربما يتصورون أن في ذلك مذلة وأي مذلة، وربما امتزجت الحالة الأولى مع الحالة الثانية والتبستا على كثير من الناس. أن يأمر الحاكم الناس بمحرم لا يطاع إطلاقا ولا يجوز أن يطاع، وكما قلنا بكل لطف وبكل حكمة نقول إن الإله الذي أمرني بأن أنصاع لحكمك وأن أستجيب لأمرك هو ذاته الذي يأمرني في هذه الجزئية أن أنصاع لأمره هو، لا لأمرك الذي تناقض مع أمره وحكمه دون أن تخرج عليه ودون أن تثور ودون أن تعتبر أن أمره بهذا المحرم قد قطع البيعة التي في عنقك له، هذا شيء آخر. إلا إذا وصل منك خوضه في المحرم إلى درجة الكفر وتجلى كفره وكان كفرا بواحا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: تملك يوم القيامة أن تحتج به وأن تقدم سلطانا بين يدي الله عليه، فعندئذ تنقطع صلة ما بيننا وبينه و نصبح في حل من بيعته، هذا شيء. الشيء الآخر أن يأمرك بأن ترفع يدك عن بعض حقوقك، أن يضربك، أن يؤذيك في بعض ما تملك، في بعض صلاحياتك المشروعة، هذا العمل بالنسبة له غير جائز. لكن أرأيت لو أنك خضعت لأمره هذا فاستجبت لقضائه وحكمه، أفترتكب وزره؟ لا ترتكب. إذا ما الواجب؟ الواجب أن تسمع وتطيع كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. مثال على ذلك التسعير، تسعير الحكام والأئمة والخلفاء للبضاعة أمر وقع فيه خلاف، فالإمام الشافعي يرى أن الحاكم ما ينبغي له أن يسعر، وينبغي أن يترك الأمر خاضعا لقانون العرض والطلب وخاضعا لحركة التجارة والصفق في الأسواق، هذا ما يراه الإمام الشافعي. لكن الإمام الشافعي في الوقت ذاته يقول: لو أن الحاكم سعر وجب على الناس أن ينصاعوا لتسعيره، ويجب أن ينفذوا ما قضى به، وليس هنالك تناقض أبدا بين
اجتهاد الشافعي في المسألة الأولى بالنسبة للحاكم، وبين اجتهاده في المسألة الثانية بالنسبة لعامة الناس. هذا مثال على ما نقول. لكن ما الحكمة من هذا الذي شرعه الله؟ الحكمة أن الشارع جل جلاله تدور كثيرا من أحكامه، إن لم نقل كل الأحكام المتعلقة ببناء المجتمع والدولة، تدور هذه الأحكام جلها أو كلها على حماية وضع الأمة وإبعادها عن الفتنة. إذا دققنا النظر في كثير من الأحكام المتعلقة ببناء المجتمع الإسلامي وسائر ما يعتبر ذيلا لذلك من أحكام، نجد أن هذه الأحكام تدور على محور واحد، هو تحصين المجتمع والأمة والبلدة ضد الفتن. وهذا مطمح نظر الشارع في هذه الأحكام. عندما يكون باب الفتنة مغلقا، فما أيسر أن نحرس هذا الباب كي لا يفتح. ومن مظاهر حراسة هذا الباب أن نضحي بحقوقنا الجزئية، أن نضحي بالأمور التي أباحها الله عز وجل لنا، وأن نصبر في سبيل أن لا يفتح إلى الفتنة باب ولا نافذة. لكن لو أن باب الفتنة فتح، فما أعسر أن نعود إليه فنغلقه. وهذا شيء واضح ومعروف. والشريعة دائما تسير في أحكامها بناء على قانون الأولويات. كل الأحكام الشرعية تسير تبقى مقتضى سلم الأولويات. نجعل المصلحة الدنيا ضحية من أجل استبقاء المصلحة التي هي أعلى منها، ونجعل المصلحة التي هي أعلى منها ضحية إذا اقتضى الأمر لاستبقاء المصلحة التي هي أعلى منها أيضا، وهكذا دوالك. فلو أن مصلحتي الشخصية في استبقاء ملكي وفي حمايتي لحقوقي المعنوية أو لكرامتي الشخصية، لو أن هذا الحق تعارض مع أمن الأمة، مع أمن البلد، أيهما يعد أهم في باب سلم الأولويات في تدرج المصالح في الشريعة الإسلامية؟ مصلحة الشخصية هي الأهم، أم مصلحة استقباب الأمن في المجتمع والبلدة؟ لا شك أن مصلحة استقباب الأمن أهم، ويتعود ثمارها عليه أنا. ولكن لو فرضنا أن بابا إلى الفتنة فتح، فإن المصلحة التي كافحت أنا في سبيلها ستذهب غدا أدراج الرياح. تلك هي نظرة الشريعة الإسلامية. ويسألني سائل يقول: لقد فرقت بالأمس القريب بين الصبر الذي أمر الله عز وجل به وبين الإقامة على الدين الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فرقت، ويذكرني بالفرق الذي قلته، وصحيح ما قلت. الصبر هو أن تمنع نفسك من بعض ملاذك أو مشتهياتك، أو أن تتحمل نوعا من الأذية في كيانك أو جسمك انتظارا لفائدة تتوقعها ويغلب وصولك إليها. هذا يسمى صبرا، وهذا الصبر مشكورا ومأمورا به في الشريعة الإسلامية. أن تمنع نفسك من حظ من حظوظك، أو أن تصبر على أذى ينتابك في سبيل هدف كبير جليل أنت تسعى إليه.
النعمة على الظالم فهي أن تتحمل هذا الأذى وتتحمل هذه الشدة وتفطم نفسك عن حقها دون فائدة تنتظرها ودون هدف من مصلحة أسمى تسعى للوصول إليه. هذا هو الذي يسمى الإقامة على الدين وهو من سم الذل. نعم الشاعر فعلا قال ولا يقيم على دين يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتب. ويقول لي أليس صبر الإنسان على الحق الذي يؤخذ منه أو الدين الذي ينزل به من قبل الإمام أو الحاكم من هذا النوع الثاني؟ يا سبحان الله. إذا ماذا كنا نقول بالأمس؟ نقول إنني وأنت والثالث والرابع ينبغي أن نصبر على فوات حقوقنا الجزئية هذه انتظارا لأمل وهدف كبير جدا. ما هو؟ درء الفتنة وأسبابها عن الأمة عن المجتمع. إذا هذا ليس من الإقامة على الدين أبدا. عندما طبعا الأمر ليس موجها إلى واحد فقط، دائما أوامر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وغيره ولو كان أسلوب الخطاب للفرد، فالخطاب للفرد المتكرر للأمة كلها. نعم، فالرسول عندما قال تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، لم يكن يقول هذا لحذيفة فقط ولا لزيد من الناس فقط، ولكنه يقول هذا الكلام لكل فرد 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 من الأمة. والخطاب للفرد الواحد بهذا المعنى المتكرر أبلغ من الخطاب الإجمالي للأمة كمجموعة. فعندما رأى رسول الله أفراد الأمة أن يصبروا على حقوقهم الجزئية حماية لأمن الأمة ورعاية لأمن المجتمع وحراسة للأبواب المغلقة أن لا تتفطع فتنبلق منها الفتنة إلى الناس، إذا هذا صبر مشكور، بل هو صبر نبيل، بل هو نوع سام من الشهامة وليس عبارة عن نوع من الذل. وهذا كله بعد أن عرفنا معنى الكلام الذي قلناه بالأمس في درسنا الفائت، أن هذا إنما يقال في حق إمام المؤمن إمام المسلم، هذا هو الحق ولا أشكال في ذلك أبدا. لكن الشيء الذي نضيفه إليها أن هذا الأمر شيء الذي يقوله رسول الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء آخر. فالأمة التي أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر على فوات حقوقها الجزئية رعاية لأمن الأمة الإسلامية وحماية لهذا المجتمع أن لا يسود ويشيع فيها العرج والمرج، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر في جانب آخر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن من النصيحة للحاكم الأمر له بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن نسمع ونطيع، وفي الوقت ذاته ينبغي أن نذكره بين الحين والحين بأن هذا شيء محرم وأن هذا أمر يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه، وينبغي أن لا تمتد يد إلى إنسان بظلم سواء كانت يد رجلا من عامة الناس أو من قادته. نقولها وفي الوقت ذاته
نصبر لكي لا نجعل الفتنة مجالا أن تتسرب إلى الأمة والمجتمع. فهنالك تكامل في أحكام الله سبحانه وتعالى وفي شرائعه. هذه خلاصة معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، أي نصح لأئمة المسلمين. وأعتقد أننا قد سبق أن أوضحنا مزيدا من الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، وما آن لنا أن ننسى. فلننتقل إذن إلى الفئة الخامسة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لها، وجعل النصيحة لمجموع هذه الفئات هي الدين، أي هي العمادة الفقرية في الدين، على من إطلاق اسم الجزء على الكل لأهميته ولعامة المسلمين. تلك هي الفئة الخامسة، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا أيها الإخوة ينبغي أن ننظر إلى التوازن، توازن دقيق يبصرنا بقاعدة من أهم قواعد علم الاجتماع. وليت أن المسلمين تأملوا وتدبروا كلام رسول الله هذا، وجعلوا نصحهم عندما يتقدمون بالنصح، ولا أتكلم عمن يوفر نصحه لنفسه ويجعله مخبوءا بين جوانحه، أنا لا أتكلم عن هؤلاء. ليت أن الذين يتكرمون بالنصح يجعلون نصحهم موزعا هكذا بشكل متوازن بين أئمة المسلمين وعامتهم. إذا لنشأ عن هذا التوازن، لنشأت عن هذا التوازن ثمار هامة جدا تحمي المجتمع المسلم من كل شاطر وسوء. ولكن في أحسن الأحوال، في أحسن أحوال المسلمين، تجد أن مبدأ النصح يسير بشكل مغوج، يسير كالعربة التي تمشي على عجلة جانبية واحدة. فإما أن نوجه نصحنا إلى الحاكم والنشوة تطوف برؤوسنا ونحن عن الأمة ساهون له، وإما أن نتوجه بالنصح إلى القاعدة العريضة الواسعة ونحن عن تذكرة القادة ساهون له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن نوجه نصحنا إليهم جميعا، لأنهم جميعا عبارة عن مجتمع واحد، ومهما تفاوتوا في الرتب الشكلية والإدارية فإنهم جميعا عباد الله عز وجل من طينة واحدة. لم يهبط بعض منهم من المريخ وينبع بعض منهم من تراب الأرض اطلاقا. إذا سينبغي أن يتجه النصح إليهم جميعا، ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين وعامتهم. كيف يكون النصح لعامة المسلمين؟ بستة فئات، بستة مستويات. أولا بأن يسود فيما بيننا وبينهم الوئام، الود، الحب، الألفة. هذا أول معنى من معاني النصح، بل هو منطلق قاعدة النصح، بل هي الأرضية الأساسية التي لا يمكن للنصح أن يؤتي ثماره إلا على أساسها وفي تربتها. بعد ذلك ينبغي أن نذكرنا، أن نذكر كل منا صاحبه بالحق الذي أمر الله به. كل منا يذكر إخوانه جميعا بهوية كل فرد فرد منهم. ينبغي أن أذكرك بأنك عبد لله أضعك أمام مرآة ذاتك. بعد ذلك أذكرك بحقوق الله،
أذكرك بالواجبات المترتبة على عنقي وعنقك، أمرك بالمعروف أنهاك عن المنكر إذا رأيت أن حقوقك مهدرة أو كادت أن تهدر، أعينك في حراستها، أخدمك إن وجدت نفسك بحاجة إلى من يعينك في خدمة أو يسعى معك في رعاية أمر، أرعى شانك إن وجدتك بعيدا عن صراط آلة، أقف في وجهك طريق أمامك إليك والشفقة والحق عن الانطلاق في الشر والرجوع إلى الخير. وقت إنسانا أو مصنع أو معمل أو فئة من الناس تسير على نهج لا يرضي الله سبحانه وتعالى، آت إلى هذه الجماعة أو هذه المؤسسة أو هذه الفئة فأذكرها بحق الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت إنسانا أو فئة تسعى في سبيل إقامة حق، تسعى في سبيل رعاية دين، ينبغي أن أشد من أزرها، وينبغي أن أكون عونا لها، وينبغي أن لا أترك هذه الفئة أو هذا الشخص وحده وأنا أصفق له بيدي من بعيد. كل هذا داخل في معنى النصيحة لعامة المسلمين. وعامة المسلمين قد يتراءون لنا أنهم كثرة من الناس، كثرة من الناس منتثرة ومنتشرة ها هنا وهناك، ولكن الإسلام يعودنا ويذكرنا دائما أن هذه الكثرة متفرعة عن وحدة، هي أشبه ما تكون بكثرة الأغصان النابعة من جذع واحد، هي أمة واحدة وهي مجتمع واحد. فلا تنظر إلى كثرة الأفراد، وانظر إلى ينبوعها الواحد. ومن ثم فليس ثمة عذرا لإنسان أن يقول إن فلانا ليس صديق وليس جارا لي ولا قريبا لي، فما أنا منه وما هو مني، لذلك لا شأن لي به إن انحرف، لا شأن لي به إن استقام واحتاج إلى عون، لا شأن لي به إطلاقا. وكل منا يسير في دربه ليقع في حفرته وتربته، هذا كلام تافه أخرق. جاءنا الإسلام ليربينا على أن نتسامع به، الكلام غير مسموع بشكل من الأشكال. وإن أنا قلت هذا الكلام فقد أعرضت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. والدين النصيحة لعامة المسلمين كما هو نصيحة لأئمة المسلمين. نحن أيها الإخوة نعاني في أحسن أحوالنا وظروفنا أننا عن هذا الواجب معرض، وكأننا نتصور أن مقياس الصلاح والفساد إنما يتمثل في القمة فقط، وننسى أن القمة عبارة عن دخان وعبارة عن ثمار لما يتم على سطح القاعدة الواسعة العامة. المعنى ينبغي أن نعالجه ويترفع عنه. نعلم معنى الجهاد كثيرا، ونكتب في معنى الجهاد كثيرا، ونتصوص المساء، ونتواصى بالجهاد صباح مساء، ولكننا عندما نحاول أن نتبين معنى الجهاد لا نتبين منه إلا معنى واحدا ذا طرفين اثنين، الطرف الأول من القاعدة الشافية، الطرف الثاني إلى القادة. فالجهاد إنما يتمثل من حركة تتجه من القاعدة إلى القمة، والقاعدة من الذي يجاهد لأجل إصلاحها؟ القاعدة من الذي ينبهها إذا اعوجت؟ من الذي يصلح أمرها؟ من الذي يذكرها؟ هذا ما ننساه، وهذا ما لا نتأمله ولا نتدبره بشكل من الأشكال.
أنا والأضرب أمثلة تضع النقاط على الحروف. أنا أغار كثيرا على حرمات الله عز وجل، وأهتم كثيرا بأن أرى الفتيات والنساء في مجتمعنا الإسلامي محتشمات متحجبات كما أمر الله سبحانه وتعالى. إلى هنا شعوري صحيح، وأنا مثابت إن شاء الله على هذا الشعور. ماذا أصنع وكيف أفجر شعوري هذا لأبدع منه نهجا إصلاحيا؟ أتجه إلى فئة واحدة، أتجه إلى القادة، وأحاول أن أصنع هذا الفساد بالضبط من خلال تفكير، من خلال تأمين، من خلال تقريع بما هنالك. هذا عمل لا يؤتي أي ثمار متوقعها بشكل من الأشكال، وهو يشكل جزءا بسيطا يسيرا من النصيحة وكثيرا ما. إذا وجد الجزء خارجا عن تركيبة الكل فإن هذا الجزء يفقد حتى قيمته الجزئية، يصبح الصفر. هذا شيء معروف في المنطق. إذا ما العمل الصحيح؟ العمل الصحيح أن أذكر نفسي، أنصحها، أنصح أسرتي وأولادي، أنصح جيراني، أنصح إخواني، أدخل إلى بيت هذا وبيت ذاك وذاك وذاك في سهرات، في مناسبات، في حفلات، أذكرهم بهذا الحق الذي أناقه الله في أعناقنا. نعم، المنهج أن أذهب إلى المدرسة هذه وهذه وتلك، وأن أذكرها بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن أطبق قاعدة لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق على مستوى القاعدة، القاعدة السطحية الواسعة جدا جدا. إن أنا سلكت هذا الطريق وسلك الآخر والثالث والرابع والخامس، تناصحنا، تحاورنا، تجاذبنا أطراف التذكرة بدافع من الحب، بدافع من الغيرة، ما الذي يحدث؟ يحدث أن الإيمان يستيقظ بين الجوانح، بين جوانح الأفراد، الأفراد عامة الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استيقظ الإيمان بين الجوانح تلاقت السواقي لتشكل تيارا، وحقق التيار رسالته فأوصل الأمة إلى الحق واكتسح الباطل من الطريق. هكذا يكون، وتلك هي النتيجة التي لا ريب فيها. وعندئذ فإن الله عز وجل يلهم كل فئات الناس أن ينصاعوا لثمار هذه التذكرة، وأن يسيروا بمقتضى هذه النفحة الإيمانية. لكن هل نفعلوا هذا؟ نحن لا نفعل هذا إطلاقا بشكل من الأشكال. وفي أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال التي نراها ونسمعها، يأتي أناس من عامة المسلمين فيكيلون العتاب والتقريع لرجل المسلم بسبب أنني مقصر، وأنني لا أقف أمام القادة لأذكرهم بأوامر الله عز وجل، ولا أحملهم على الحق حملة. نعم، عامة الناس هذا بيدلهم، هذا شأنهم. وجد صلوا في بيوتهم، وكل تربوية في زاويهم تأففوا تأنيب إسر التأنيب إسر التأنيب مثلا، لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا هذا إلى آخره؟ الأمر يتعلق بالعلماء من وبالحكام إلى، وانتهى الأمر. أما تناصح عامة المسلمين، الرسول يقول الدين نصيحة لعامة المسلمين، يعني كل فرد من عامة المسلمين ينصح كل فرد من عامة المسلمين، كل واحد
ينبغي أن ينصح عامة المسلمين، كل واحد منا من عامة المسلمين، وكل واحد منا ينبغي أن يكون ناصحا ونصوحا. هكذا يقول رسول الله. لماذا تضع إصبعيك في أذنيك عندما يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ نعم، وتتناسى وتتجاهل هذا المبدأ الكبير العظيم، ثم تفتح عينيك، نعم، وتزيل الغواشي من بصرك عندما يحين أن تتكلم بالمنطق الذي يريحك ويتعب غيرك. ما هو؟ متى كان الدين الذي يحمل كل فرد مسؤولية متناسبة متعادلة مع المسؤوليات الأخرى؟ متى كان هذا الدين يسمع مثل هذا المنطق؟ ينبغي أن يكون كل مسلم قائما على حدود الله، ناصحا لنفسه ولعامة إخوانه بالشكل الذي قلت، وبالطريقة الحكيمة اللطيفة النابعة من مشاعر الحب والألفة. ينبغي أن نفعل هذا. هذه كفة. الكفة الثانية، بل هي قبلها، النصيحة لأئمة المسلمين. لكن لا يمكن أن تجد ثمرة للكفة الأولى إلا على ضوء من رعاية الكفة الثانية، والعكس أيضا صحيح. لا نفعل، بل الأمر يصل إلى أكثر من هذا، كما أشرت مرة لعلي في هذا الدرس، في مثل هذا الدرس، عندما أجدني مدعوا في مناسبة من المناسبات إلى أن أذكر الحاكم، أنصحه، أذكره بالله، آمره بتنفيذ حقوق الله وحدود الله عز وجل، أجد الناس من حولي يمينا وشمالا يصفقون ويمدحون، وربما يصفونني بالبطولة، وربما ينعتونني بأرقى الصفات وبالإخلاص والتضحية في سبيل الله عز وجل. إذا جئت في اليوم الثاني ووجهت هذا النصح ذاته، وجهت هذا العتب ذاته، هذا اللوم ذاته إلى فئة من فئات المسلمين وعامتهم، ماذا أجد؟ أجد التأفف، أجد الدجر، أجد العتاب واللوم. وأنا والله أيها الإخوة أنا لا أتخيل، وإنما أستل هذا من وقائع، من وقائع. بالأمس عندما وجهت لسان التقريع والتأنيب والعتب إلى الحكام والمسؤولين أشرقت الوجوه، نعم، واهتزت الرؤوس طربا وطرفت بها النشوة، نعم، ومعدت بأنني ولي وبأنني مضحي في سبيل الله عز وجل. طيب، اليوم أنصحكم أنتم والدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، أوجه نصحا عتبا إلى فئة من فئات المسلمين قصرت في دين الله. ولقد فعلت هذا لا أقول مرة بل مرارا، وأمطر علي وابل من العتاب، واستمر العتاب أمدا. أمثلة كثيرة أسوقها على هذا. من ذلك، قلت مرة في مجلس فيه كثير من الإخوة الذين بارك الله بهم يسعون من أجل بناء المساجد، قلت إن زخرفة المساجد أمر حكمه يدور بين تحريم وكراهة، ولا ينزل عن الكراهة أبدا. أما إذا كانت الأموال التي يزخرف بها المساجد مرصدة لبناء المساجد، أي مجمعة باسم بناء المساجد، فباتفاق العلماء يحرم صرف هذه الأموال إلى الزخرفة. قلت لماذا
تبنون المسجد تتكلفون عليه مليون لبنائه ومليونين لزخرفته. أليس في مجتمعنا ثغرات تحتاج إلى أقل من هذا المال بل إلى أكثر؟ بإمكاننا أن نضع هذين المليونين لسد هذه الثغرات. نصيحة وجهتها إلى بعض الإخوة، أصداء العتاب لي، أصداء التأنيب لي لا تزال ممتدة إلى الآن. كان ينبغي أن يكون هذا الكلام في السر، كان ينبغي أن لا يقال هذا الكلام. أناس يقومون ويخدمون ويبنون المساجد، يا أخي الآن الوقت اختلف عما مضى، انظر إلى الكنائس كيف، ما هذا ما إلى آخره. هذا حق، هذا شيء يقره مقياس الإسلام. الإسلام لا يفرق أيها الإخوة. أنا أتصور لو أن حاكما أنشأ مسجدا من المساجد وزوقه ببعض الزخارف، وقمت على منبر كهذا المنبر وقلت هؤلاء الحكام الأئمة يتظاهرون بالتقرب إلى الله ببناء المساجد، ولكنهم يغلقون هذه المساجد بالزخرف وكذا وكذا، إنه مظهر نفاق، إنه مظهر كذا، والأموال تذهب هدرا. لوجدت هؤلاء الذين يعاتبون المسفقون لي، ولوجدتهم يصفونني بالبطولة. أكذلكم أيها الإخوة؟ الله، هذا مثال أسوقه. أصبحت القضية عندنا يعني قضية مزاج، والمزاج يصب في حظوظ النفس، ونحن لا نريد حظوظ أنفسنا، نريد أن نضع أنفسنا تحت أقدامنا في سبيل أن نمضي خالقنا عنا. إذا كان رضا الله عز وجل يقتضي أن أقوم في وجه الحاكم وأقول أسوأ القول وأشد القول أفعل، وإذا اقتضى الأمر أن أقف هذا الموقف وأقول هذا الكلام للناس وعامة الناس ينبغي أن أفعل، وإذا اقتضى مرضاة الله عز وجل عني أن أصمت صمت وأن أسكت سكت. المسألة منوطة بهدف، والهدف في أوله وآخره ومنتصفه مرضاة الله، نريد أن يرضى الله عز وجل عنه، هذا ما نريده. وإذا كان الأمر كذلك فالنصغ إلى أوامر الله، فالنصغ إلى هذا الميزان العجيب الذي شرعه الله عز وجل في نطاق النصيحة، ميزانا متعادل لا يمكن أن تجد إجحافا في جانب وعدلا في جانب آخر بشكل من الأشكال أبدا. أنا أسأل في كثير من الأحيان من قبل كثير من الآباء عن مسألة البنات في المدارس وما يتعلق بالحجاب وما إلى ذلك، ومنطق هؤلاء الشاكين هؤلاء السائلين دائما منطق واحد، هو المنطق الذي يذكر بكلام بني إسرائيل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لماذا لا تذكرون؟ لماذا لا تقولون للمسؤولين؟ لماذا لا تفعلون؟ إن الأمر كذا وكذا وكذا. منك الغيرة التي لا تساوي صفرة، ومني الجهاد. أي دين هذا الذي يقول هذا الكلام؟ منك الكلام الذي لا يكلفك شيئا، ثم ترفع يديك كذا مستسلما لكل حال ولكل مآل وفي كل ظرف. فإذا وجدتني أو وجدت إنسانا مثلي أطلقت الزفرات وأعلنت الغيرة على الإسلام وهزت الرأس يمينا وشمالا وقلت العلماء مقصرون كذا إلى آخره. لا تظن أن هذا الكلام ينجيك من سخط الله عز وجل غدا،
ابنتك منوطة بعنقك، زوجتك انت المسؤول عنها، ان في البيت وان في الشارع وان في المدرسة. وعندما تضع المسؤولية التي حملك الله عز وجل اياها تضعها من حياتك موضع التنفيذ، فلسوف تجد ان الناس جميعا يحترمونك ويقدرونك، ولسوف تجد فئات الناس يهابونك. ولكنك عندما تبيع الغيرة بيعا في سوق التجارة الدنيوية الرابحة، الناس جميعا يعلمون ويشمون رائحة ما وراء هذه الكلمات والألفاظ. فعرفنا النصيحة للحاكم، وما أكثر الكتب التي ألفت فيها، وما أكثر المحاضرات التي ألقيت فيها، وما أكثر العضلات التي تبارت في هذا المضمار. لكن أين هي نصيحة العامة للعامة؟ أين هي نصيحة العامة للعامة؟ ابنتي من عامة المسلمين وأنا من عامتهم، والدين النصيحة، ينبغي أن أنصح ابنتي. زوجتي من عامة المسلمين وأنا من عامتهم، ينبغي أن أنصحها. جيراني من عامة المسلمين وأنا من عامتهم، ينبغي أن يرعى شاني وأرعى شانه. ينبغي، هذا كله أمر معروف ومفروض منه، وما ينبغي أن نعلق الحديث عنه هو أمر بدائي. ولكن أرأيتم إلى جانب هذا الذي أقول، هنالك شيء آخر قد يدخله بعض الناس في نصيحة العامة للعامة، ولكنها والله نصيحة منكسة. من مظاهر نصح عامة المسلمين لعامة المسلمين، كما قال شراح الحديث، أن يستر الإنسان صاحبه، أن يستر عورته، وأن يأتي إليه في السر فيتذاكر معه ويأمره وينهاه. فإذا خرج من الدويرة التي جمعتهما أمسك ولم يتكلم بكلمة سوء عن صاحبه. هذه من مظاهر النصيحة، وهذا دليل على أن النصح لله عز وجل. وجدت إنسانا إلى جانبي، جاري في البناية، صديقي، زميلي في السوق التجاري، رأيته تنكب وارتكب أمرا محظورا، أو أن هذا الإنسان ارتكب مع أهله أمرا محظورا. لا أفشي له سرا ولا أفضح له أمرا، ولكني آتي إليه وأجلس إليه وأظهر له حبي له وشفقتي عليه، وتفاني نفسي في سبيلي أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، ثم أنصحه. فإذا خرجت من عندي نسيت أو تناسيت كل شيء. أرأيتم هذا الشيء مجهول في حياتنا إلا على أضيق المستويات، لكن نقيض ذلك فاشل في مجتمعنا، وربما أدخله بعض منا في معنى النصيحة. أجد جاري، صديقي، زيد من الناس، أجده على انحراف، ربما إن زلت به القدم وارتكب وزرا، ما من مجلس أجلسه إلا وأتحدث عنه. فلان فعل كذا وكذا وكذا، فلان ارتكب كذا وكذا وكذا. أتصيد المناسبة تصيدا وأجر الكلام جرا حتى أمرر لنفسي الحديث عنه. أقول هذا الكلام وأضعه في إطار مزوق من الغيرة على الدين، من حفظ الدين، من الإشفاق على الإسلام ومصير الإسلام، ومن الألم من هؤلاء المسلمين الذين لا يعلمون حرمات الله عز وجل. ولو أنني رأيت هذا الإنسان غدا وجها لوجه لما ذكرته بأمر ولما حدثته عن شأن. أهذا واقع أم لا أيها الإخوة؟ واقع. كم قلت ينبغي أن أقول لنفسي قبل كل شيء، لكن أقولها لنفسي وأقولها لإخواني، وهو يحدثني عن زيد من الناس فعل كذا وكذا، أيجوز هذا؟ قلت له هل طرقت عليه بابه وسألته أولا أفعل هذا أم لا؟
حتى إذا علمت يقينا أنه ارتكب هذا الوزر وضعت فمك في أذنه وهمست بالنصيحة له همسة، هل فعلت ذلك؟ الجواب لا، لم يره ولم يتأكد أنه فعل هذا أم لا، ولم ينصحه، ولكنه أدبر عنه وأخذ يستعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خنجرا يضرب به ظهور إخوانه المسلمين. هذا هو الدين أيها الإخوة. إذا تناصحنا على مستوى العامة فنصحنا أن نطلق الزفرات على موائد الغيبة، وأما إذا أردنا أن لا ننصح فنحن فقط نجعل نصيحتنا محصورة من القاعدة إلى القمة فقط. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى عدة طرق، ولعل أصح الطرق الطريق الذي رواه الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم. قال ذلك عندما سمع رجلا يلعن الحجاج، قال له الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه: لا تقل ذلك يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تتولاكم القردة والخنازير. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمالكم يعني الولاة عليكم، عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم. والله والله الذي لا إله إلا هو، لو أن عامة الناس ساروا في رعاية دينهم على هذا النهج النبوي الكريم الدين النصيحة، أي لو أنهم أشعروا شبكة التناصح فيما بينهم طبق هذه الآداب التي شرعها الله وبالنهج الذي ذكرنا سورة مختصرة عنه، لكفاهم الله عز وجل مؤونة تذكرة القادة. ولكننا أهملنا هذا الجانب وتركناه وراءنا ظهريا، ولم يشعر أحد منا، لم يعد يشعر بأي مسؤولية يتحملها في نطاق دينه الذي شرفه الله عز وجل به، وإنما جعلنا مبدأ التناصح مظهرا من مظاهر التجامل نتجمل به. وإن كان الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يخدع بأقوالنا، وهو الذي يرى أعمالنا ويرى قلوبنا. وقد قلت مرة التقيت بإنسان من الدعاة إلى الله، من المهتمين بالدعوة إلى الله المتعرقين على المجتمع الإسلامي، لكن من الذين يضعون المناظير أمام أعينهم لا يرون الفساد إلا في طرف واحد، والفساد موجود من القمة إلى القاعدة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من هذا القبيل؟ كنت أجلس في مجلس سمعته يقول: ذهبت إلى لبنان وجئت من هناك بتلفزيون آخر ملون. قلت له وأنا أسمع، قلت: التلفزيون الأول أين وضعت؟ ماذا صنعت به؟ قال: جعلته في غرفة النوم. والله أيها الإخوة، هذا كلام يعني لا يثير تقززا ولا يثير عجبا ولا يثير عطبا، لو أنه صدر من واحد من عامة الناس الذين لا يبالون بالدين والذين يقولون إن الدين ربا يحميه، يعني لا يثير أي عجب. لكن عندما أسمع هذا الكلام من إنسان دائما يضع معنى الجهاد نصف عينيه، ودائما يطلق الزفرة تلو الزفرة، ودائما منها على المجتمع الإسلامي ومصيره وما إلى ذلك، أجد هذا الأمر كبيرا كبيرا جدا، بل متناقضا مع هذا الكلام. انطلق إلى جهادك من عقل دارك، انطلق إلى جهادك من إصلاح أهلك، من إصلاح نفسك، من إصلاح جيرانك. والكلمة إنما هي خطاب لكل فرد 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 من الناس جميعا. أرأيتم لو أننا فعلنا ذلك؟ عليك بخاصة نفسك، هكذا يقول رسول الله. والأمر ليس كما فهم بعض
استدعين السبب عليك كأنه يقول لي أنا بس الرسول عليك بخاصة ما شفت. لا هذا كلام سلبي. الرسول يقول لي أنا فقط، يقول لي كل أفراد المجتمع عليك بخاصة ما شفت. هذا أعظم مبدأ تربية اجتماعية. عندما تكون قاعة الدرس مليئة بالشغب، من الموجهين؟ كل واحد منهم يريد أن يسكت الشعب، وبذلك الشعب تتفجر صياحا. ما هو المنهج التربوي في هذه الحالة؟ أن أقول على كل فرد منكم أن يسكت نفسه. فإن أنا قلت هذا الكلام وصار لي هذا في لحظة واحدة، تتحول القاعة من مكان ضجيج متفجر إلى مكان هادئ صامت. ما يقال عن القاعة الصغيرة يقال عن المجتمع الكبير. متى رجع الإنسان إلى نفسه فأصلحها وأصلح الخاصة التي تروج به، وطبق كل واحد منا هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه مؤونات كثيرة فيما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.